السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، حياكم الله وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. السعادة مفهوم كبير وواسع، صدره الغرب لنا بشكل وصدره الإسلام بشكل آخر مختلف تماما. أين السعادة الحقيقية في زماننا هذا؟ هل السعادة تتمثل بالبرامج التلفزيونية التي صدرت لنا؟ هل السعادة الحقيقية نجدها في القرب من الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما سنبحثه في هذه الحلقة بصحبة سماحة العلامة السيد ليث الحيدري. أجمل ترحيب بكم أحبتي المشاهدين، وأجمل ترحيب وتبريكات بهذا الشهر المبارك الفضيل لسماحة العلامة السيد ليث الحيدري. حياكم الله سماحة السيد، أهلا وسهلا ومرحبا، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم، عليكم السلام ورحمة الله، يتقبل أعمالكم إن شاء الله، ويجعلنا إن شاء الله من الذين يعتق رقابهم من النار إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. اللهم آمين. نبدأ هذه الحلقة أحبتي بعد فاصل قصير، فاصل ونبدأ، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي، أهلا وسهلا، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى ضيفنا في الاستوديو سماحة العلامة السيد ليث الحيدري. حياكم الله سماحة السيد. سماحة السيد، السعادة أين هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقيقة هذا السؤال هو في ذهن كل إنسان، كل إنسان هو يبحث عن السعادة ويريد لنفسه الخير والراحة والأمان، ويبعد عن نفسه الشر والضرر والسوء. وهذا طبعا مو بس بالإنسان، كل مخلوق، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى هي تبعد عن يعني تهرب من الضرر ومن الشر، وتطلب لنفسها الخير والراحة والأمان. حتى الحيوانات هاي نلاحظ بها. الإنسان بطبعه طالب للسعادة لأنه يحب ذاته، حب الذات موجودة مزروعة في فطرة الإنسان، ولا يوجد إنسان مهما كان على وجه البسيطة لا يطلب السعادة. السعادة هي الهدف النهائي لكل إنسان. يعني اليوم إذا سألنا الطالب مثلا، أنت لماذا تدرس؟ يقول حتى أنجح. لماذا تنجح؟ حتى مثلا أتخرج بمعدل عالي. لماذا تتخرج بمعدل عالي؟ حتى أدخل جامعة جيدة وكلية جيدة. ولماذا هذا؟ حتى مثلا أحصل على راتب، مثلا وظيفة جيدة، مكانة جيدة. ثم لماذا؟ حتى أتزوج، ثم أكون أسرة. بالنتيجة، النتيجة النهائية حتى أرتاح، حتى أعيش سعيد. زين، لماذا تعيش سعيد؟ ما هو هذا الهدف النهائي؟ الهدف النهائي هو أن أعيش سعيد، بعد ماكو وراها شيء. حتى يقولون اللي يريد ينتحر، من تسأل أنت ليش تريد تنتحر؟ يقول لك أريد أرتاح، الدنيا مأذيتني، أريد أرتاح، أخرج من هذه الدنيا. فهو طالب للسعادة، طالب للراحة، طالب بالنتيجة الأمان والاطمئنان. جيد سماحة السيد، السعادة، هل يعني البعض يقول أنا أجد السعادة الحقيقية في خلوتي مع الهاتف النقال، على مواقع التواصل الاجتماعي، أجد السعادة على البرامج التي أشاهدها من خلال شاشات التلفاز أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، هذه السعادة اللي أبحث عنها؟ أحسن. فإذا احنا اتفقنا على انه كل انسان بطبيعته هو طالب للسعادة، سواء كان فاسقا ملحدا مؤمنا، اي انسان، حتى المجنون
يريد لنفسه نعم. السعادة. المشكلة وين؟ المشكلة في الطريق للوصول إلى السعادة. ما هي السعادة الحقيقية؟ وأين أجدها؟ الناس تختلف في هذه القضية. البعض يرى بأن سعادته في المال، إذا حصل على المال حصل على السعادة، وبالنتيجة يروح يأخذها من الطريق الحرام، من الطريق الحلال، يسرق، قد يقتل، يغش، أي شيء يفعل من أجل أن يحصل على المال. في تصوره إذا حصل على المال فسيكون سعيدا. البعض يرى بالجمال، إذا أنا جميل فأكون سعيد، الناس تنظر لي بأنه أنا جميل، يروح يسوي عمليات، المرأة تصرف كذا ساعة من وقتها أمام المرأة للتزيين ولجمالها، وهكذا يشعر بأنه إذا صار جميلا فإنه سيحصل على السعادة. والبعض بالجاه، يجمع للناس، قلوب الناس، يريد يحصل على رضا الناس، يريد يحصل على مدح الناس، يريد يحصل على حب الناس، يظن بأنه إذا الناس حبوه والناس رضوا عنه فسيكون سعيدا. البعض بالسلطة مثلا، إشقد يقتل، يسرق، يفعل ما يشاء حتى يتسلط على الآخرين ويتجبر، إذا تسلط، إذا استلم الأمور يشعر بأنه سيكون سعيدا. لكن الحقيقة وين؟ هذول اللي إحنا عديناهم الآن، هذا اللي إحنا نشوفه مثلا عنده فلوس كومة وعنده بيت ضخم وعنده كذا رصيد بالبنك، وعنده هو هذا المرتاح والسعيد، هذا مرتاح وهذا المرتاح والسعيد، هذا فعلا إحنا خلي نروح إليه. أنا طبعا أنا أدور هيك سوالف وحقيقة أبحث عن هذا، يعني سيدنا البيت الواسع والسيارة الفارهة وما إلى آخره، الأموال الكثيرة، هذه ألا تورث السعادة؟ لا لا لا، هذه أسباب للسعادة، حتى بالروايات عندنا موجودة، من أسباب رفاه الإنسان، راحة الإنسان، الدار الوسيعة والزوجة المطيعة والدابة السريعة، صحيح، ولكن هل يمكن أن نقول أنا إذا حصلت على بيت سعته مثلا 1000 متر وسيارة آخر موديل مرسيدس أو مدري لاند روفر أو أي شيء، وزوجة كذا جمالها عيونها كذا وفلان شيء ومطيعة، وأولاد عددهم كذا، نساء بنات، وهذه هي السعادة، هذه النهاية، سأكون سعيدا؟ عشرات مئات ملايين الناس اللي عندهم هذه الصفات وهم تعساء. وأنا أعرف شخصيا، الناس ليس أنا يعني كل الناس، أكو ناس عايشة بكوخ وناس عايشة بفقر وهم سعداء. السعادة أمر نسبي، أنا ما أقدر أقول بأنه إذا حصلت على فلان شيء أكون سعيد. وهذا إحنا نشوفه، السعادة الحقيقية تدرون وين؟ مو الحقيقية عفوا، السعادة اللي عايش بها الإنسان هو بأحلامه، بآماله، بالمستقبل. أنا أفكر بأنه إذا رحت مثلا بفلان مكان بالخارج وعندي فلوس وأعيش كذا ويا أصدقائي أو ويا صديقاتي أو ويا كذا سأكون سعيدا. إذا حصلها، إذا حصلها، فمن يوصل لهالمرحلة شوف، مو ذاك الروعة اللي كان يحلم بيها. وإذا ما حصلها خب ينتقل إلى حلم آخر. عايشين إحنا بالأحلام. سعادتنا الحقيقية ما نحققها، نحققها بما نريد أن يكون. سيدنا يومنا ما عايشي، سعادتنا الحقيقية ما عايشي. بما أن السعادة هي قضية نسبية، ممكن أن تكون سعادتي في البيت الفارغ، ممكن سعادة غير تكون في السيارة الفارغة، ممكن حتى أن البعض يجد السعادة في كمية المخدرات اللي يتناولها. هو هذا دا أقول، كل إنسان يبحث عن السعادة. السعادة الحقيقية السعادة. أين سيدنا؟ أين السعادة الحقيقية؟ أنا أقول لكم، السعادة الحقيقية هي بداخل الإنسان، بروح الإنسان، أبداً ما لها علاقة بالخارج. الإنسان إذا بداخله عاش القناعة، عاش الأمان، عاش الاطمئنان، لأنه السعادة تختلف عن اللذة. هاي خلينا نحدد، يعني أولاً الجميع يعرف بأنه الإنسان بدن وروح، وحقيقة الإنسان في روحه مو ببدنه، البدن هو عبارة عن آلة تستخدمها الروح حتى تتكون، حتى تعيش، حتى تتطور، حتى أي شيء، مرحلة انتقالية. الروح هي اللي تجوع، الروح هي اللي تسعد، الروح هي اللي تغضب، الروح هي اللي تجوع، الروح هي اللي
ايش مدريني تزعل بالروح. الان الانسان شوفوا، اذا مثلا اجيب مثل حتى يفهموها المستمعين الكرام والمشاهدين الاعزاء، اذا الانسان دخل الى قصر مرفه وعالي وكل ما يشتهي الانسان به موجود به، دخل بهذا القصر ثم قالوا له بانه انت محبوس بهذا القصر، مجرد ان حس بداخله بانه هو مغلق بهذا القصر وما راح يقدر يطلع، هاي وحدها تخليه يعيش بسجن وبعد ما يقدر يعيش مرتاح. مرات الانسان، وبالعكس مرات يعيش عيشه بسيطه لكن هو يشعر بداخله بانه حر، يشعر بداخله بانه ما حد مأذيه، يشعر او جاء خبر سعيد. الان الانسان اذا جاءه خبر سعيد و مثلا حلم لطيف يتحقق له او تحقق له، تشوفه اذا قدموا له خبز وبصل، خبز وجبن، ما ادري فلافل، ياكلها وهو مرتاح ومتهني وما عنده اي مشكله، يقعد على حصير على القاع مو ما عنده مشكله. اما اذا كان مخذوث، اذا جاء خبر حزين جدا وسيء له بشيء، المهم تنكد في داخله، لو يجيبوا له ألذ الأطعمة نعم ما يحس بسعادته، ما يحس بلذة بها، جيد ما يرتاح بها، ما ينزل سمعة بالك ببطنه. ليش؟ لأن القضية بالروح، القضية أبدا مو بالخارج. مستحيل أنت الآن، طبعا هذول اللي احنا نشوفهم بالأفلام، يعني أتكلم ويا الشباب حقيقة والفتيان اللي يشوفوهم الآن مغشوشين احنا بيهم بالمسلسلات والأفلام والكذا، أنه هيك مثلا البنية تفعل ما تشاء وتروح ويا صديقها وتطلع وتصور على أنها هي هذه هي السعادة، تصور نفسها على أنه ماكو سعادة، ويعيش الشاب هاي الأحلام أنه بلكي تصير مثله، وهذا الشاب أيضا حر يفعل ما يريد ويطلع الفلان مكان ويروح ماكو تقييد وكذا. بالفيلم يشوفوه كلش حلو كلش سعيد، هو هم يحلم أنه يصير مثله، لكن حقيقة روح بداخله شوف هذا سعيد. هل الإنسان إذا أطلق له العنان وقيل له افعل ما تشاء، حلال حرام، اشرب ما تريد، أكل ما تريد، صادق ما تريد، وين ما تريد تروح، هذا حيعيش سعيد؟ نعم سمحت سيد، صدقوني ما يعيش سعيد، يمكن يعيش ساعة ساعتين بالبداية لكن في داخله أبدا مو سعيد. هذه أنا أطلب نعم. أطلب من الشباب، أطلب من الفتية أن يتابعون هاي الأمور، خلي يشوفون مقابلات حقيقية مباشرة مع بعض الممثلين، بعض الممثلات، بعض ايش مدري هذول الفنانين يسموهم فنانين، الراقصات والمغنيات والكذا، هل هم سعيدين؟ والله من بين السطور أصلا بعضهم يصرحون أنه كآبة، عايشين بكآبة. نعم السعادة يا أخي يا عزيزي، السعادة هي سعادة الروح وليس سعادة البدن. جيد. سعادة البدن أو راحة البدن هاي يسموها متعة أو يسموها لذة. هو أنا أريد أن أقف على هذه النقطة. الغرب يصدر لنا اللذات على أنها هي السعادة. أحسنت. جيد سماحة السيد، الحقيقة نحن عندما نشاهد مثلا برنامج من البرامج الترفيهية حقيقة نشعر بالسعادة. لا تشعر بلذة أنت الآن. إذا أنا كيف أفرق بين اللذة والسعادة؟ أنا أقول لك الآن، أنت لما تأكل تفاحة، طبعا أنت جوعان مثلا ومشتهي التفاحة وتأكل تفاحة، تقول سعدت بأكل التفاحة؟ لو تقول تلذذت بأكل التفاحة. مو هي السعادة مبنية على اللذة، اللذة تنتج السعادة. أبدا أبدا أبدا، هسه أوضح لكم. اللذة والمتعة هي قضية بدنية، هذه مؤقتة. الآن أنا لأنه جوعان ألتذ بالأكل، ألتذ بالأكل مو أسعد بالأكل، ألتذ بالأكل، من أشبع بعد أي لقمة أخرى أكلها قد تأذيني، إذا أمتلئ أكثر قد تسبب لي عسر هضم وأروح كل المستشفى، فمؤقتة هي ومحدودة. وهكذا الأمور الجنسية، وهكذا شرب الماء، وهكذا النوم، وهكذا أنا ألتذ من أنام بس أريد أرتاح لأنه تعبان أنام، لكنه من طول النوم هو بعد أضوج من النوم. هذه متعة، هذه لذة مؤقتة.
الله سبحانه وتعالى جعلها للبدن لأهداف، لأهداف اللذة، إذا ما عندي لذة بالأكل قد أموت جوع وما أحس على نفسي، فخلالي هذا الجوع هو في الواقع دفع ألم، في الواقع دفع ضرر أو دفع ألم، لأنه معدتي توجعني تتألم فآكل حتى أدفع هذا الألم، من أدفع هذا الألم أتلذذ، وهكذا بالجنس وهكذا بالشرب الماء وبالنوم وبأي أمور أخرى لبدني، لبدني هذه متعة ولذة مؤقتة وأبداً ما تسبب لي سعادة. بس أشبعت ثم ماذا؟ أكلت إلى أن قلت بس. الآن اللي عنده أنواع وأشكال الأطعمة، أنواع وأشكال السيارات، أنواع وأشكال الصديقات والبنات والكذا والشرب، وش يريد يسوي؟ سعيد؟ دخلوا إلى ذهنه، دخلوا إلى داخله، سألوه، عنده نفس المشاكل اللي تعيشها عزيزي، عنده نفس الآلام اللي عنده تعيشها. قد أنت تنام دقيقتين وتغفى تنام، أما ذاك قد ساعات يلوب بالفراش ما يقدر ينام إلا بحبوب منومة يلا ينام. داخل آلام أكو، داخله مثل المرجل يفور. الغني تصور يعني سعيد والفقير شو اسمه كئيب؟ ابدا ابدا. جيد، الموضوع مولاي هو بالداخل، هذا اللي قنوع مثلا، القناعه، القناعه هو يسموها كنز لا يفنى بالروايه. شنو هي كنز لا يفنى؟ هو فعلا القنوع اذا قنع بالموجود فهو غني فهو سعيد، واللي ما يقنع لو تنطي ملك الدنيا هو ما يقنع، هو بعده يشكي. وشايفين احنا التجار، انا في تماس مع هذه القضيه بشغلي بالمدارس وكذا، الفقير يجيك ما يشكي ولا هاي ويسدد مثلا الاقساط، او بالنتيجه ما عنده اي مشكله. الغني دائما يشكو، دائما شايل هم، دائما هاي حقيقه. لذلك كل واحد ورد في الرواية سماحة السيد أن سمي الدرهم درهم لأنه دار هم. مثلا لا حقيقة، اللي نام مرتاح هذا يسموه المفلس بالقاف الأمين، هو فعلا صحيح يعيش بعض الضنك في جوانب من الحياة، لكن ما دام قنوع يكفيه الأمر. سيدة الناس الظن بأنه الفقر كفر، ولو كان الفقر رجل اللي قتلته، يتصورون الفقر يعني قلة المال، أبدا مو هيك، أبدا مو هيك. هذا صاحب مفردات ألفاظ القرآن الأصفهاني عنده كتاب لطيف في تفسير مفردات القرآن، يصل إلى مادة الفقر، راجعوه، يقول الفقر على أربع معاني. فقر الفلسفي، الفقر هو اللي إنه الإنسان ممكن الوجود، ووجود أو عدم نفس الشيء مقابل واجب الوجود فهو فقير. الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. الفقر اللي هو المادة اللي إحنا بالقرآن موجود، المساكين والفقراء، الفقراء والمساكين، اللي هو قلة الذي لا يمتلك قوت سنته، لا يمتلك قوت سنته، وقلة الفلوس بالجيب يعني ما عنده، هذا فقر. والفقر الرابع هو فقر النفس اللي ما قنوع. هذا يقول اللي مقصود من بقوله صلى الله عليه وآله كاد الفقر أن يكون كفرا ولو كان الفقر رجلا لقتلته، هذا اللي احنا نعبر عنه بالجلفي الدجاجة تموت عينها على المزبلة، اللي ما يقنع لو تطي ملك الدنيا، هذا الفقر الحقيقي اللي هو شبه الكفر، لأنه لا يشكر، لا يقنع، لا يرضى، لا يسلم أمر لله، لا يتوكل، فقير دائما يشكو دائما لو تطي ملك الدنيا. هاي المشكلة هنا، مو بالفقر الجيب. وإلا لو كان الكفر، لو كان الفقر كفرا كان النبي أغنى الناس، شلون النبي هو أفضل خلق الله وخير البشرية وهو فقير؟ تدرون بأنه كان يشد حجر على بطنه من الجوع. نعم. وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو أكثر الناس إيمانا، أكثر الناس إيمانا. نعم سماحة السيد، السيد الإمام يتحدث في جنود العقل والجهل، يقول الإنسان يبحث عن الجمال ويتصور أن السعادة يجدها في الجمال، في تلك المرأة الجميلة،
ثم يصل إلى هذا الجمال المحدد، يبدأ يبحث عن الأجمل والأجمل وهكذا إلى ما لا نهاية. تصور أن البحث عن الجمال والسعي خلف الجمال يورث السعادة. أحسن، وهو وهم، وهو وهم هذا الشيخ مطهري. بالتالي أنا سيدنا أنا أبحث عن الجمال، أنا في سعادة إلى أن أجد هذا الجمال. أحسن. وأكون سعيدا وأبحث عن الأجمل فالأجمل. أحسن. وهكذا. أحسن، هذه عدم القناعة في الواقع، هاي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أسوأ. هذه في الواقع هي مو سعادة، هي في الواقع متعة بالأمل بالحلم اللي أنا عايشه، هو تمتع بالحلم اللي أنا عايشه، والوصال هو نهاية السعادة. هذه أكو تمثال موجود في متحف اللوفر، الشهيد مطهري ذكره رضوان الله تعالى عليه، يقول واحد من الأخوة راح هناك فسأل الموجودين عن هذا التمثال. هو فراش سرير، واحد نايم، رجل نايم، عفوا امرأة نائمة عارية كأنها، أو بالنتيجة امرأة نائمة على الفراش، ورجل يريد الهروب من الفراش، يعني رجله خارج الفراش والثاني يريد يطلع من الفراش. يقول سألت هذا التمثال غريب شنو معناه، قال هذا تصوير لقول أحد الفلاسفة ولعله أفلاطون أو كذا، أن الوصال هو نهاية نهاية الحب أو نهاية السعادة، السعادة المتوقعة، السعادة اللي يعني هو يريد هذه البنت ويطلبها يطلبها يطلبها، عايش أحلام وسعادة بأنه أنا بس أريد أوصلها. أوصلها، وصلت إلى السعادة المطلقة والنهائية. من يوصلها لا بعدها سعادة. من يوصلها يشوف مو هذا الحلم اللي هو كان بتصوره، هذا أمر عادي، فيريد يفر إلى سعادة أخرى يحلم بها. إحنا شايفيها من الأطفال، أنا أحلم بأنه يصير عندي بايسيكل مثلاً، وأركو أحلم كل أحلامي وهيك، إذا صار عندي بايسيكل بعد ملكت الدنيا وما فيها، وأتوسل مثلاً بوالدي وأجمع مثلاً فلوس وكذا وأطلب من والدي اشترى لي بايسيكل، إيه فرحت بي، افتريت مرة مرتين بي ثلاثة، شو صار عادي، مو ذاك الحلم اللي كنت ينترك. نعم. البايسيكل بعدين أقوم أحلم بشيء آخر، هسه بايسيكل أكبر، موتور سيكل، وهكذا الحلم يستمر بي ويحصل على الموتور سيكل وهمنه الأمر، مو هذه السعادة اللي أنا كنت أحلم بيها، وأطلب سيارة وهكذا لا تنتهي. تدري شو المشكلة وين؟ نعم. المشكلة أنه من أني أحصل على كل شيء بهذه الدنيا، هذا الملياردير اللي عنده كل شيء، يريد سيارة 100 سيارة قدامه، يريد ذهب شي يريد عنده، يريد بنات شي يريد عنده، أكل، هذا بالأخير ينتحر. هذا اللي يظن بأنه الدنيا هي حياته، وهي آخر يعني منزلة من منازل حياته، وراها فناء، وراها ماكو شيء، وحصل على كل ما يريده بهذه الدنيا يقدم على الانتحار، وهي صايرة مئات بالآلاف المرات. نعم. ينتحر لأن يرى الدنيا تافهة. يعني هذول اللي دي يسعون أنه مثلا يروح يركض يشتغل مدري منو دي يحصل لهم كم فلس، يجيب مثلا فواكه لأهله وأهله يتكيفون، صار مدة ما ماكلين فواكه، أو ذاك يجيب ذهب لمرته ومرته كلش تفرح أنه جاب لها ذهب، هذا لأنه ما عدها وحصلت عليه، وتحلم بلكي يصير بعد أكو أكثر. هاي الدوامة بالحلم والرغبات هي هاي اللي تخليه ماكو ماضي يقل عيش لولا فسحة الأمل، هذه اللي دي تعيش على أنه أكو شيء بالحياة، اللي يحصل على كلها يروح ينتحر. يعني حتى هذه بعد لا دنيا ولا آخرة. بينما الإنسان بروحه إذا اتصل مع الله سبحانه وتعالى يكون كامل، يكون روحه مطمئن. سمحت سيد، قبل أن نصل إلى هذه النقطة، إيه؟ لو تسمح، إيه؟ مثال يضربه الإمام سلام الله عليه، والرواية في كتاب الكافي المجلد الأول، يشبه دودة القز التي تقز على نفسها. أحسن. كلما تزداد قز هي تشعر بالسعادة.
أنا إلى الآن أريد أن أتوقف عند السعادة واللذة، أبين هذه المسألة. يعني هي كل ما تقز على نفسها، كل ما تحلم مثلا ببيت، يعني تشبيها بما نحلم به نحن، بيت، سيارة، زوجة، كذا إلى آخره، هاي الأمور هي بالتالي هذه سعادة. لماذا لا نعتبرها، لماذا لا تجعلها في خانة السعادة سيدنا؟ هي لذة وتنتج سعادة بالتالي. لا، لأنه السعادة الحقيقية، وإن كان سعادة مؤقتة سيدنا، هي سعادة، السعادة الحقيقية مو مؤقتة. يعني أنت ما تقول أنا لما أكل التفاحة قلت لك أقول التذت واكتفيت، أكلت اكتفيت. أما ما تقول أنا سعدت واكتفيت، كافي سعدت بعد، هاي السعادة لا نهائية، ماكو شيء، لأنه الروح ما لا نهائية، السعادة أيضا لا نهائية. أما أنا من أعيش أشياء مؤقتة وتنتهي، هذه أعرفها لذة، ما دام مؤقتة فهي لذة. أنا ما دام أعتقد بأنه راحتي وسعادتي في هذه الدنيا وما أطلع منها، ما أطلع خارج هذه الدنيا، وأريد أجمع كل شيء في هذه الدنيا، حتما أني في تعاسة، حتما أني من أصف مع نفسي. هو مجرد مثلا الشعور بأنه الدنيا انتهت، الدنيا حتنتهي، عزيزي راح، أخويا مدري منه، أبويا مات، زوجتي مرأة، هذه الأمور كلها ما دام أني ما أشعر، ما أفكر بالآخرة، نعم، ولا أعتبر هذه الدنيا دار ممر وليست مقر، زين، أني في تعاسة بلا شك. هذه أنا مو دا أحكي شعارات، يعني أنا مو دالد أرغب الناس بهذه القضية. المطلوب من الإنسان أن يبحث عن الحقيقة، لا يعيش الأوهام. جيد. إحنا كثير منا مولانا مثل النعامة، حاطين رأسنا بالتراب. أنا لاحظ هذا الشيء، يعني أنا بهاي شيبتي شايف هواية شباب وهواية ناس، وهو حقيقة عايشين هاي الحياة كأنه مثل النعامة، حاطين رأسنا بالتراب ونعيش هاي الأشياء اللي يمنا، ما أريد أسمع موت، ما أريد أسمع كذا، ما أريد أغث نفسي فلان شيء، أنا إن شاء الله أصير فلان، أصير كذا، أحلام حتى أريح نفسي هالكم ساعة وهالكاليوم هالكم يوم. لكن في الواقع بس أصفن شوية ونفسي، بس شوية أوقف أشوف نفسي في تعاسة. جيد، صدقني يعني مو لماذا شعارات. لماذا الغرب يصدر لنا اللذة على أنها سعادة؟ يعني ابحث عن التعري تجد السعادة في التعري، ابحث عن مثلا المأكول الفلاني تجد السعادة في المأكول الفلاني، البرنامج الفلاني، وهكذا صدر لنا اللذات على أنها سعادة. الهدف الأصلي، هدفهم الأصلي، بس قد قسم منهم لا جاهلين بالموضوع، لكن هدفهم الأصلي أنه يبعدون عن الحقيقة، يبعدون عن العقل والتفكير، يبعدون عن التكامل والتطور والتقنيات والكذا، أفهمونا بأنهم هم أفضل منا ونحن لا نستطيع أن نصل إليهم، وإذا أردنا أن نصير مثلهم فيجب أن نتبعهم. نتبعهم في ماذا؟ مو بالعقل والعلم والبحث والتقنيات ويطونا رؤوس أقلام حتى نوصل، لا، أنه تعالوا أنتوا شو اسمه، احتفظوا بالكلب، صاحبوا الكلب، وملابسكم هكذا تكون، وتعروا ومثليه، واحكي بالانجليزي، وابتعد عن الدين، وقول هلا، ومن هالكلام هذا. هاي مفردات الحضاره اللي هم يصدرون اياها، هي حضاره، هي مفرده على انها هي السعاده، هي حضاره. خل اي واحد يقول لي الحضاره هذه الغربيه هي حضاره، ما معنى الحضاره؟ هي حيطان الحضاره لو انسان. هل الناس الان في اوروبا عايشين سعداء؟ خب واحد يروح، أنا رايح وشايف وين السعادة اللي عايشيها؟ والله كآبة، والله كآبة. يعني أنا هسه أفصل لك، أنا حقيقة متابعها، قلت لك متابع، حتى متابع سيدنا محمد علي كيفنا، علي كيفنا، علي كيف ويا المشاهدين أرجوك، يعني علي كيفنا ويا المشاهدين، وحدة وحدة، يعني لا لا. هل أوروبا اليوم تعيش كآبة؟ طبعا طبعا. أنت اسمع من عشرات ومئات العلماء هناك والعلماء النفس، اليوم أطباء النفس هو أكثر أطباء شو اسمه شهرة ورياجة وشو اسمه مشترية بأوروبا، أكثر الناس. هذا واحد من الـ من الـ
من القسسة الكبار، أب يقول إحنا في أوروبا تبلع ملايين حبوب المنوم ليلاً وملايين من الحبوب المنبهة صباحاً حتى نشتغل ولا ما يقدر ننام. ابتعدوا عن الله فصارت الحياة مادية. والله كآب عن مدى يعني الآن أقدر أفصل لك، الوقت ما يكفي، لكن أقدر أفصل لك بحياة من الطفولة، من الطفولة الفتاة أو الفتى إلى أن يموت هو في كآبة. سيد العدو، بعد هذه الحرية المطلقة وما إلى ذلك من المفاهيم التي صدرت لنا، ألم تورثهم السعادة؟ أبدا. أنت افعل ما تشاء. أبدا. هو هذا أجمل شيء، أنه أني أريد أعرف أنه هل هم سعداء؟ هل الحرية تعطيني سعادة؟ جيد. أنا ليش أشيد قبل ما أشوف النماذج وأشوف تجربة الآخرين، غير أحصل من خبرة وتجارب الآخرين؟ يلا خلي نروح هناك ونشوفهم. هذا سعيد اللي عايش هناك، أنت ما تشوف حتى مرات بالأفلام مالتهم تطلع، ليش ينتحر ركض لأنه مرته مدري حبيبته عافته له شغلات تافه ينتحر، الحياة تافه عندهم. جيد سيدنا، إذن هل تعتقد أن السعادة فعلا موجودة بالنظرية الإسلامية؟ لا تفعل، لا تأكل عندك 30 يوم، لا تأكل، لا تشرب، لا تفعل المباحات فضلا عن المحرمات، القيود الكثيرة، هل هي هذه اللي تورث السعادة؟ أحسنت، رائع. بالنتيجة اتفقنا بأنه السعادة غير اللذة، وأن السعادة هي سعادة الروح، واللذة هي لذة البدن، وسعادة الروح هي اللي تعطي للإنسان الاطمئنان والراحة والبقية الأمور الخارجية. شي يريد يصير بالدنيا إذا هو سعيد بروحه، شي يريد يصير برا خارج بدنه بالخارجة مو يمه، هو سعيد بالضبط. مثل الإنسان عنده فت شغلة سعيد كلش بيها، جت فت خبر لطيف جدا مثلا، ها، ويما فد امور مثلا ضايجين، الاكل احترق كذا، ما يدير بال لها، لانه هو بداخل اليوم سعيد. اخوب عايشيها يعني في التجربه بسيطه. نعم. الانسان اذا بداخله عاش الاطمئنان. سيدنا بدقيقه واحده. الا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بالدنيا ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون بالآخرة. هذه الحقيقة لا يمكن أن يتخلى، يعني لا يمكن أن يتخلى. حقيقة الإنسان بنفسه وسعادته بكماله، الكمال والقرب إلى الله يساوي السعادة. الكمال يعني شنو؟ مثلا الانسان بشكل سريع، الانسان الجبان سعيد؟ مو سعيد، دائما خايف، دائما مرتب. بينما الشجاع، شجاع بقلبه مو قوي ببدنه، شجاع بقلبه سعيد، سعيد ما يخاف من اي شيء. البخيل سعيد؟ ابدا، لانه يخاف لا فلوسه تروح لا كذا، دائما سيدنا لا يجيب روحه. سيدنا أنا لما أجلس لأنتظر الفطور وأنا في قمة العطش والجوع والصبر، وحتى مدخني السجائر مثلا هو تواق إلى التدخين، إيش وقتي أذن؟ هل هاي السعادة؟ لا، أنت لأنه ده تبحث عن بطنك، ده تبحث عن دي. أما اللي يفكر بروحه وكمال روحه ويكون حديد، هذا نعم. صور موسوليني يقول بأنه إذا ملكت الحديد ستملك الخبز. هذا الباكستاني، نسيت العالم الباكستاني المعروف، قال إذا أنت حديد فستملك الخبز. أنت كون بداخلك تكون حديد. نعم. أنت كون بداخلك تكون كامل، أنت كون بداخلك تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ستكون سعيدا بلا شك. جيد. بلا شك. وكل الأمور الأخرى مو يمك. لجمال الموضوع، الدقائق فرت من بين أيدينا، ولطيب المحادثة مع جنابكم،
لم نشعر بسرعة الوقت الذي مر علينا. شكرا جزيلا لكم سماحة العلامة ويرزق السيد المشاهدين ويرزقنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم آمين. شكرا لكم سماحة السيد العلامة سيد ليث الحيدري، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا. الله يسلمكم حياكم. كذلك شكري وخالص امتناني لكم أحبتي، أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت استحسانكم ورضاكم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيكم في أمان الله وحفظه.